مان ان بلاك من بلغاري من تصميم العطار الشهير ألبرتو مريس. عطر تابلي تبغي في اللدر، في نوتات شوي بوزية يعني في الرم، ما في سويت كثير، مع ان في التونكا في السوسن ايضا لطفة العطر. التوابل فيه جدا عالية، في ناس يعني يشبهونه بعطر سبايس بوم اكستريم لان هذاك صدر قبل هذا ويقولون انه مستوحى منه. حقيقة انا اشوف في تشابه بينهم 70-65% مو نفس بعض، بسبب ان هنا التوابل جدا عالية في العطر، كذلك مو مو ما في فانيلا مثل سبايس بوم. يعني سبايس بوم تحسه تبغي تابلي في فانيلا، هنا التونكا افضل. حقيقه انا اشوفها افضل من السبايس بوم، ان حط التونكا البورتو مارياس واستخدم السوسن ايضا في العطر لتلطيفه. العطر حقيقه جميل، يعني نقدر نقول عطر تابلي بوزي لذري، ما ادري ايش اوصفه شيء ثاني، لكن حقيقه عطر جميل من عطور التوابل المناسبه للشتاء او الاجواء البارده. ونزل منه نسخه جديده، نسخه البارفام، لكن انا حقيقه ما بعد جربتها، يقولون انها افضل من هذه، لكن حقيقه عطر اكثر من رائع، ويكفي انه من توقيع البورتو مارياس. فما لا